جزاكم الله خيرا. من اليمن رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الله حامد سالم من اليمن يسأل ويقول: هناك أحد الشباب في لسانه ثقل، إذا قرأ القرآن الكريم تختفي بعض الكلمات أو لا تكاد تفهم، هل يكون آثما والحال ما ذكر؟ لا يكون آثما إذا كان هذا بغير اختياره، إذا كان هذا بغير اختياره خلل في لسانه فإنه لا يكون آثما، وإنما الإثم على من كان يستطيع إظهار الحروف والإتيان بها، فإنه يجب عليه أن يقرأ القرآن قراءة مناسبة، أن يقرأه جيدا ومع الإتيان بالحروف وقواعد التجويد وحسن الأداء حسب الإمكان وحسب الاستطاعة، تحسين الصوت، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يجب الاهتمام به، ولا سيما إجادة القراءة وعدم إسقاط شيء من الحروف، عدم اللحن القرآن، ولا سيما اللحن الذي يحيل المعنى، إنه يجب على المسلم أن يتعلم القراءة الصحيحة مهما أمكنه ذلك. أما إذا كان في لسانه خلل لا يستطيع معه إظهار بعض الحروف، الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.